إذا المشاهدين شفت في تحية طيبة لجميع المتتبعين والمتتبعات، كنتمنى إن شاء الله كل شيء يكون بخير وهو على خير. إذا في هذا السمر الليلي و جيبها لي خويا الله نسيتي وحده بعدا. إذا في هذا السمر الليلي نتمنى إن شاء الله يكون كل شيء بخير. شكرا خويا بخير. إذا موضوعنا الليلي وهو تعاطي الشباب للمخدرات وكثرة الجرائم، يعني كما حنا كنعرفوا يعني في الدراسات اللي كتندار على أنه معظم الشباب اللي كتعطاو المخدرات أغلب الجرائم كتكون بسبب تعاطي ديال المخدرات، سواء بسبب السرقة أو الإنسان كيكون مخدر ما واعيش شنو كيدير. كما كتعرفوا المخدرات خصوصا القرقوبي كتبين لبنادم البلانات، و اون ميم طون انسان كيزعم، يعني يا ما شفنا مجرمين كنصفوها لوالديهم كاع الله يستر. نتمنى انك تبارطاجي معنا هذه المباشر، صفوها لوالديهم. اذا التعاطي ديال المخدرات هناك انواع، كاين الناس اللي كتعطى المخدرات او المهلوسات العقليه اللي هي القرقوبي، وخاصكم تعرفوا هذا القرقوبي اللي بزاف ديال الناس ما عارفين شنو هو القرقوبي. كنعتبروا انا من اخطر المخدرات، لانه علاش القرقوبي هي التريتمون ديال الناس اللي مساكين مرض عقليا كتعطالو باش انه هذيك الحاله تاع الهيجان اللي كيكون فيها باش يتكالما وباش يتهدى، يعني كتخدرو ما كيبقى شي يضرب ما بقاش ولا ما كانش هذيك التريتمون ديالو كتجي الله يستر ديك الحاله ديالو ديال يقدر يهراس يقدر مجموعه تاع الامور. اذا هذا الانسان اللي مريض كياكل هذيك التريتمون وكتهد، اذا الانسان اللي بعقله كي كياكل شرب هذيك التريتمون هذاك القرقوبي هو مجموعه ديال الانواع بزاف وما ادويه ادويه وما كتقدرش تشريها من الفارماسي الا ما كانش عندك لوردونونس ديال الوصفه ديال الطبيب. بزاف تاع لي فارماسيا او البعض منهم او الناس اللي كتاجر في هذا النوع من المخدرات يعني فوا كيتشدو كيمشيو للحبس، لانهم كيديروا واحد الحاجه غير قانونيه وكيضروا بالشباب بهذا المعنى. اذا فوا كتشرب هذيك التريتمون تاع الانسان اللي بعقلك كتهيش وكتخطر وكتبقى بنادم كيبان لك بحال الشنيه ولا بحال الدبانه، يعني تحفس عليه يموت بهذا المعنى. الاغلبيه اللي كيتعطاو لهذا الشيء هذا كي كيديروا جرائم تاع قتل ولا سرقه ولا مجموعه تاع الامور، كي كيوصل للكوميساريه وكيفيق ما كيعقلش على راسو كيقول لك انا ما درتش هذا الشيء هذا ما كنتش عاقل شنو كان ندير. اذا هذا النوع الاول. اذا النوع الثاني اللي مولاه ما كيأديش ولكن كيأدي في واحد كيأدي راسو وكيأدي حتى العائله ديالو في واحد الناحيه، الناس اللي كتعطى الحشيش اللي كنعرفوا حنايا والحشيش كي كيكمي هذاك الجوان ولا كيتكالم، يعني مكالمين ما كيأديش ما كيتخاصمش من هذيك، ولكن كاينين شي وحدين اللي اون فوا كيخصو الحشيش ما كيضاربش ما كيجريسيش ما كيقدر. شفنا بعض الحالات اللي كتلقاه السريق يعني مول الحشيش الى خصو الحشيش خصوصا اللي ما خدامش ولا شي حاجه ما عندوش من كيجيب هذه الماده المخدره كيسرق، يقدر يسرق حوايج من الدار يقدر يسرق والديه. من هنايا كيبدي بروجي ديال شفار الور كيبدي يسرق حتى برا حتى على برا. النوع الثالث اللي هو كتعطالو نقدر نقول لكم الطبقه الراقيه والناس اللي عندهم الفلوس داير الجرام انا ما سولت شي 600 درهم شما في النيف اللي هو مخدرات الصلبه واللي هي الكوكايين، يعني من ابشع المخدرات مول القرخوبي يقدر يقطعو طبيعة الحال الدواء ولا عن طيب خاطر، والحشيش يقدر يقطع حتى هو ولكن
هون مختير الصلبه خاصه الصلبه مختيرات الصلبه خاصه الله يستر تمشي للكلينيك وتعالج في الادمان والقشره بالدواء ديال 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 الادمان ومجموعه ديال الامور بهذا المعنى. اذا شنو 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 كيوقع؟ هادموا المخدرات الصلبه نهار ما يبقاش يشري كيتجه للهيروين. الاغلب اصحاب واحد الهيروين اللي كيطلبوا في ليبرا كما كنشوفوا في الافلام المصريه هذه شحال انا عمري ما شفتو، ولكن كاينين هاد الناس اللي كيديروا الهيروين في الشمال بزاف، لان بزاف في الشمال كاين بارونات ديال المخدرات حيت الشمال قريب لاوروبا مجموعه تاع يعني كيتم الاحباك ديال ديال مجموعه ديال 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 العصابات ديال الاخر. بطبيعه الحال تحيه لرجال الامن الوطني وجاماريك اللي قايمين بواحد ودارك الملكيه قايمين بواحد دور جبار. اذا هذا معرض للامراض لانه كتلقى ابره وحده كيبيكيوها، وهذه الابره هذه كتدور على بزاف تاع الناس غير نفسها، وبزاف منهم اللي هزوا المرض ديال السيدة حتى كيبقى راسو مصاب بمرض السيدة. علاش؟ حيتاش هذاك الهيروين اللي كينضرب في الإبرة هذاك المخدر، لأنه ما عندوش هو باش يشري ولا دفع فايت ولا مجموعة تاع الأمور. وكاين إدمان على الـ على الـ على الخمر ومجموعة تاع الأمور. إذا كنصحوا الشباب أنهم والوالدين خصوصا انهم يحاولوا يوعيوا الوليدات ديالهم، لان اصدقاء السوء دائما لا في المدرسه ولا في الخدمه ولا كتلقى اصدقاء السوء هذاك اللي كيكون مبلي خاصو دائما ينتقم، ينتقم وليدات اخرين خاصو يبليهم. والطمه الكبرى هو انه وجدي تبارك الله عليك خويا انه رجعنا نشوفوا حتى بنات كيتعطاوا لهذ الانواع، كيتعطاوا القرقوبيط كيضربوا يديهم، يعني هذاك الشيء واحد المنظر اللي ما فهمتش انا هذاك الانسان باش تعرفوا الخطوره ديال هذا المخدر ديال القرقوب. واحد كيضرب اللحم ديالو ما يعني ما كيحسش، مقطعين في يديهم، من بعد كتلقى بنات زوينات ضاربين راسهم، يعني شي حوايج اللي زعما صراحه اللي كيوجعوا كيقطعوا القلب. اذا كتلقى بنادم مبلي تلاقى مع شي واحد نقي كيعلمو الكارو موراها صاحبي يجرب هادي طاح باه كيد الماء يضرب تحت با تعرف نوضها. ودائما المراهقين كيتاثروا بواحد الناس اللي كيبانوا لهم ابطال، كيشوف واحد جيل الحومه هز السيوفه وكيعربط والناس كيتخاف منه وكتحتارمو وهادي وهادي، حتى هو كيتاثر وكيبغي يولي بحاله، وهو ما عارفش بلي انه كما نقولوا حنايا هذاك السيد راه عالي على المجتمع وراه يضيع المستقبل ديالو مجموعة تاع الامور، راه حتى هو غادي يضيع المستقبل ديالو، ما غادي يقرا ما غادي يخدم غادي يولي مجري مقعد على الحباسات. حتى الناس اللي كانوا يدخلوا الحباسات بزاف تخيلوا انتوما كي كتجلس مع بنادم كيقول لك انايا عندي 35 سنة وبين الدخلات والخرجات ضارب مثلا 15 سنة غير حبس، يعني 15 سنة ديال الحبس كتضيع له في حياته خسارة. كاين اللي عنده 60 عام كاين اللي يعني بعد كيندموا لي. هنا اول حاجه نظرت للمجتمع، حنا غير كنسمعوا بنادم الحبس كيدخلوا للمظلومين واللي دايرين المجتمع لا يرحم. اون فوا كيسمعك دخلت الحبس ما عرفكش على ما دخلت ولا هادي، يسمعك دخلت الحبس كيتحفظ منك، كتبان له انت خطير، كتبان له ماشي مزيان، كتبان له مجموعه تاع الامور. واخا حتى تبغي تتوب ترجع للطريق الصحيح ما كما نقولوا حنايا ما غاديش يخليوك، لانه يعني دائما هذيك النظره الدنيا والمجتمع تاع انه انت حباس انت شفار انت ضرب الحبس انت ما فيكش الثقه، هذيك حسن السيره والسلوك مسخه، يعني مجموعه تاع الامور اخوتي اخواتاتي اللي الانسان خصو يتفاداها، خصوصا هاد لا جوناس اللي طالعين، وحتى هذوك الناس اللي صدموا بهذا المعنى ومشاو في هذيك الطريق خايبه يحاولوا يتراجعوا ويشدوا الحياه ديالهم، لانه الحياه عيشه طبيعيه بدون مخدرات وبدون ما تعدي الناس وبدون هادشي هذا، لانه غادي تضيع حياتك،
تضيع حياتك وغادي بعد تندم وغادي مجموعه نتاع الامور وغادي تلقى راسك مشيت خساره يمشي لك زينك وتمشي لك صحتك وبزاف تاع الحوايج. اذا نتمنى اخوتي اخواتاتي تكونوا استفدتوا بهذه النصائح. حاولت انايا نعطي لكم شويه عبره لانه بزاف تاع الجرائم اللي كثرات في المجتمع بسبب المخدرات وهذه انواع المخدرات. كل نوع اخطر من الاخر، كل نوع شنو كيؤدي يعني كما قلت لكم حنايا الناس دارت تحليلات ودارت يعني قراءات ودارت دراسات على هذا الموضوع ولقاو يعني بلي انه اغلب الجرائم بسبب المخدرات او الخمر او الانسان كيكون واحد الوضعيه اللي ماشي في العقل ديالو معنى هذا. اذا الله يعفو على هذوك الناس والله يتوب عليهم، حنا كنتمنوا لهم الخير وكنتمنى حتى الناس الا جا عندك شي واحد اللي قال لك انا ضرب الحياس وتابت بغيت نخدم الله يخليك خدمه ووقف معاه، لانه علاش الا سديت عليه الباب وانا سديت عليه الباب والاخر سديت عليه الباب غادي يرجع ينتقم للمجتمع وينتقم راسو لانه كيحس بلي هو على المجتمع وبلي انه تحقر وبلي انه ما تعطاتلو بغيتو وما تعطاتلوش فرصه. اذا اخوتي اخواتاتي كاين واحد الكومنتير اللي عجبني، واختيارات كلها عندها عواقب وخيمه سواء الصلبه منها او العاديه، اللي يبغى ينجح في حياته ويبعد على الموبقات حيت موراها غير الهلاك. عجيب خويا احسنت تبارك الله عليك، نخليكم خوتي خواتاتي تبارك الله عليكم.